وينضم إلينا من خان يونس في غزة الصحفي الفلسطيني غازي العلول. غازي، مرحبا بك مجددا. لو تعطينا لنا آخر التطورات لديك. نعم، آخر التطورات تتعلق بكثافة الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعة الماضية، إذ استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في قطاع غزة، وأبرز هذه الاستهدافات كان حزاما ناريا شن على منطقة تل الهوى بالقرب من مفترق الدحدوح، وأيضا حزام ناري آخر تركز في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى استهدافات أخرى أحدها طال مسجد شهداء الأقصى في منطقة النصيرات، وعلى إثر ذلك يعني وصل عدد من القتلى وكذلك الإصابات جراء هذا الاستهداف. قبل لحظات أيضا كان هناك استهدافا آخر في منطقة عبسان الجديدة شرق خان يونس، وهذه الاستهدافات تتواصل منذ ساعات فجر هذا اليوم بشكل مكثف، خاصة في مدينة خان يونس التي سقط فيها أكثر من 31 قتيلا منذ ساعات الفجر الأولى. هذه هي الأوضاع الميدانية أيضا فيما يتعلق برد الفصائل الفلسطينية المسلحة التي قصفت مناطق متعددة ودوت على إثر ذلك سفارات الإنذار في بئر السبع وكسوفيم في غلاف غزة. كيف يبدو الوضع الإنساني خصوصا مع إعلان إسرائيل أنه لا مشكلة لديها في إدخال المساعدات عبر مصر؟ يعني هناك حالة من الترقب فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. هناك حاجة ملحة لدى الغزيين ولدى كافة القطاعات في مدينة غزة، أبرزها القطاع الصحي الذي بات على شفا الهاوية إن صح التعبير نتيجة النقص الحاد في الوقود، وأيضا توقف عدد من المستشفيات وخروجها عن الخدمة جراء هذا النقص الحاد. أيضا في قضية المستلزمات الطبية هناك حاجة ملحة كذلك لإدخال هذه المستلزمات الطبية وكذلك الغذائية أيضا فيما يتعلق بحالة المواطنين هنا الذين منذ أيام يعانون من النقص الحاد في المواد التموينية والغذائية. بعض المواطنين يقفون طوابيرا كاملة طوابيرا طويلة على المخابز حتى يحصلوا على ربطة خبز واحدة، قد يستغرق الوقوف أمام المخبز نحو 4 ساعات للحصول على ربطة خبز واحدة. طيب، وماذا عن مسألة النازحين غازي، خصوصا وأنه إسرائيل تحاول دفع هؤلاء للجوء من الشمال إلى الجنوب، كيف تبدو حركة الغزيين في هذه المناطق؟ عذرا لم أسمع السؤال جيدا. هل تسمعني الآن غازي؟ الصوت ليس واضح سامي. نعم، كنت أسألك على حركة النازحين من الشمال إلى الجنوب، كيف ترصد لنا وضع النازحين؟ نعم، يعني حركة النازحين لا زالت مستمرة في كلا الاتجاهين. نتحدث عن ما أسميناه هجرة عكسية، بعض المواطنين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه عادوا مجددا إلى منازلهم في مدينة غزة وشمال القطاع بالنظر إلى اعتقادهم السائد بأن لا مكان آمن في قطاع غزة. لذلك رصدنا أكثر من حالة لعائلات فلسطينية كانت قد نزحت قبل نحو 4 أيام مع إعلان إسرائيل ضرورة التوجه إلى جنوب القطاع، ومع الاستهدافات الأخيرة المتكررة في جنوب القطاع وعدد القتلى الذي ارتفع في جنوب القطاع خلال اليومين الماضيين وعدد المجازر كذلك الغير مسبوق في محافظة خان يونس ورفح، عادت الكثير من العائلات إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع، وأيضا هناك بعض العائلات لا زالت تتوافد وتنزح من المناطق الشمالية من مدينة غزة وكذلك الشمال باتجاه الجنوب بعد استمرار التحذيرات الإسرائيلية بضرورة إخلاء شمال القطاع والمدينة الرئيسية مدينة غزة، وكثافة الاستهدافات التي تطال عدد من المناطق خلال الأيام التي طالت خلال الأيام الماضية، تل الهوى مثلا وحي الرمال وأحياء كاملة ومربعات سكانية كاملة.
شكرا جزيلا لك الصحفي الفلسطيني غازي العلول، كنت معنا من خان يونس في غزة، شكرا لك.